الحمد لله رب العالمين، أوجد فأبدع، وأرشد فأقنع، وأعطى فأوسع. سبحانه، فهو العزيز الذي لا يغلب ولا يذل، وهو القوي، فكل ما سواه زائل مضمحل، يقبل التائبين ويعطي المحرومين، وإليه سبحانه ينتهي حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولا مناوئ له في سلطانه، وهو على كل شيء قدير، يتقرب إلينا بنعمه وهو غني عنا، ونتبغض إليه بذنوبنا ونحن فقراء إليه. سبحان من إذا توعد عفا، وإذا وعد أوفى. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر فإنك ذو فضل وذو نعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي، وخجلتي وحيائي وندمي، وقد وعدت بأن ندعو تجيب لنا، وقد دعونا فجد بالعفو والكرم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاةً
وسلاما وتعظيما وإجلالا وتقديرا لك سيدي يا رسول الله، ولأحبابك وأتباعك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. اجعلوا بينكم وبين محارم الله وقاية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتحدث اليوم عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، بل من أخلاق النبوة، بل من صفات الله العلي القدير. هذا الخلق هو خلق الحياء. هذا الخلق لو ساد والله ما عصى الإنسان ربه، لا في الظاهر ولا في الباطن. خلق الحياء لو ساد ما عصى الإنسان ربه، لا في الظاهر ولا في الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي بتركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. بعض الناس بيعتقد إن الحياء هو حمرة الوجه والخجل عند فعل شيء أو عند رؤية شيء. لا، ليس هذا هو الحياء. الحياء كما عرفه العلماء هو انقباض النفس عن القبيح وتركه. تاني، بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام، الحياء هو انقباض النفس عن القبيح وتركه. يعني من يعصي الله عز وجل ليس بحيي، من يجاهر بالمعاصي ليس بحيي، من يؤذي الناس ليس بحيي. الحياء انقباض النفس عن القبيح وتركه. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولما لا؟ وهو طيب الكلمة، طيب العشرة، مهذب الكلمة، لا يتكلم بكلمة قبيحة، حتى ولو رأى من أصحابه شيئا لا يسمي الفاعل، لا يقول مثلا: يا فلان أنت فعلت كذا فاجتنب كذا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يصنعون كذا، ينهى عن الفعل ولا يسمي الفاعل حتى لا يحرج الفاعل. لذلك لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون وقت طعامه، بعض الناس عنده دناءة النفس يتحين وقت الطعام عند الناس ويذهب إليهم ويجلس. بعض أصحاب النبي كانوا يتحينون وقت الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج أن يقول لهم، أو كان النبي يضيق بهم ولا يستطيع حياء أن يقول لهم اخرجوا، فتولى الله عز وجل الرد عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فالله عز وجل رد عنه:
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا منه الحياء. سيدنا عثمان، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلم يهتش له ولم يتحرك، ثم دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فأذن له، وقبل أن يأذن له جلس واعتدل وسوى ثيابه. فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم تهتش له ولم تباله، ولما دخل عمر لم تهتش له ولم تباله، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ حياء. للأسف لما فقدنا الحياء أصبح الناس يتكلمون بالبذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. أيها المؤمنون، توبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا مناوئ له في سلطانه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. أما بعد، أحبتي في الله، الحياء صفة من صفات المولى جل وعلا، والله عز وجل أمرنا بالحياء: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الحياء يجعل الإنسان يبتعد عن المعاصي، الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. من يظهر للناس الصلاح وهو مصر على المعاصي ليس بحيي. سيدنا ثوبان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، وضحهم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مصيبة أن تأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات ولكن تظهر للناس الصلاح، والله عز وجل هو المطلع عليك، بينك وبينه خراب. ورد في الأثر أنه يؤتى يوم القيامة بأناس من أهل النار إلى الجنة، من أهل النار إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها
واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله عز وجل فيها لأوليائه، نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها، فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا لكان خيرا لنا. فيقول الله عز وجل لهم ذلك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب المقيم. نحتاج إلى الحياء في كل لحظة، في الكلام وفي المشية. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الحياء يأتي بكل خير، جاء بالخير لموسى، وجاء بالخير لابنتي شعيب. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كان موسى حييا، لما جاء تكلم على قدر الوقت وقدر المقام. ما خطبكما؟ مش لو سمحتي رقم التليفون، مش لو سمحتي الإيميل، مش لو سمحتي هنتكلم بكرة بالليل، لا. ما خطبكما؟ قالت لا، وهي تتكلم أيضا، أو هما يتكلمان على قدر الموقف. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فساق لهما، لم ينتظر الجزاء، ولكن انتظر أو تكلم مع الله ودعا الله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي إني فقير محتاج إلى إحسانك وجهدك. فكان الجزاء إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فاللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، وغض أبصارنا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم ارفع عنها الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنها الوباء والبلاء. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همنا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وارزقنا بغير حساب يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خارجي بس، داخلي ماشي. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله، وساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. الله أكبر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.